يا أهلا وسهلا، صباح النور والسرور. أهلا عبد الإله. كما ذكرت، فعلا أكمل مركز اللقاحات في محافظة رفحة الجاهزية الكاملة، وبات على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب متى ما بدأ إعطاء اللقاح. هنا من هذا المركز، مركز اللقاحات، أستضيف معي الأستاذ فيصل بن زيد القمقوم، المشرف على المواعيد في هذا المركز، ليعرفنا أكثر عن متى سيبدأ اللقاح أو الأطفال بالحصول على اللقاح. أهلا وسهلا بكم أستاذ فيصل. عبد الله، الله يحييك وصبحك الله بالخير، وصبح على الزميل عبد الله بالخير إن شاء الله. يا هلا فيك. ما هي آخر الاستعدادات في مركز اللقاحات هنا في محافظة رفحة، ومتى سيبدأ الأطفال بأخذ اللقاح؟ جميل جدا هذا السؤال، الله يحييك. احنا الان شغالين من بدا المركز الجرعه الاولى والثانيه، الان احنا شغالين الجرعه الثالثه، والله الحمد في اقبال طيب على الجرعه الثالثه. التجهيزات النهائيه احنا الان واصلين الى مرحله التجهيزات النهائيه، وخلاص شبه جاهزين ان شاء الله للاطفال باذن الله. متى ما فتح معنا التطبيق والمواعيد، ومتى ما فتح معنا متوفر اللقاحات ان شاء الله على طول بادين باذن الله تعالى. جميل. وما هي الآلية التي من خلالها سيبدأ حجز المواعيد للأطفال؟ عبر تطبيق توكلنا ولي الأمر، في يعبي الخانات، في أسئلة مخصصة الإجابة على الأسئلة، يحدد له الموعد إن شاء الله، وعلى طول تجي رسالة والموعد، ويجي إن شاء الله ويأخذ الجرعة كاملة إن شاء الله بإذن الله. وهل سيكون هذا المركز هو الوحيد الذي سيأخذ فيه الأطفال اللقاح؟ لا، تقريبا هو المركز الرسمي، في بعض الأطفال وفي بعض الحالات نضطر حنا نطلع لهم عن سواء عن الطب المنزلي أو عن الزملاء مثلا في مركز الكلى أو مركز السكر، في بعض الحالات يصلهم اللقاح في مكانهم إن شاء الله. جميل. لكم مشاركات أيضا كما شاهدنا في مهرجان درب زبيدة وتواجد، حدثنا عن هذا الحضور. الأمانة الحضور كان طيب هناك، وفي إقبال يعني طيب جدا على اللقاحات. إن الآن مشاركين وعندنا ركن ثابت إن شاء الله كل يوم جمعة وسبت في المهرجان، والله الحمد شاهدنا إقبال طيب. ما يتوفر بالمركز يتم نقله إلى الركن هناك، وجاهزين على تم الاستعداد بإذن الله تعالى. هل الأطفال لهم لقاح مخصص أم مثل باقي الفئات العمرية؟ لا، لهم حسب التوجيهات اللي موجودة عندنا الآن، لهم لقاح مخصص اللي هو فايزر، مخصص للأطفال إن شاء الله. جميل. أخيرا أستاذ فيصل، ما هي أوقات العمل في هذا المركز؟ والله عندنا من الساعة 8 إلى الساعة 4، بالإضافة إلى مثل ما قلت المهرجانات، الجولات، هذه كلها بالإضافة نضيفة إن شاء الله. إذن شكرا جزيلا لكم الأستاذ فيصل زيد القمقوم، مشرف المواعيد في مركز اللقاحات في محافظة رفحة، وذكر أن البدء بإعطاء الأطفال اللقاح هنا في المركز بانتظار التوجيه، والاستعدادات جاهزة تماما لذلك. الله يوفقهم يا رب. شكرا جزيلا لك عبد العايش، وشكرا لضيفك الكريم أيضا.